سارة قالت العربية دي ما ظريفة. احنا خلاص هنجيب ان شاء الله يكون ناس مرسيدس سمعوا ويوزعوا علينا وما يدوك واحدة. ادونا كلنا لو انت لا. هتسوق وين؟ تسوق في شارع خرطوم ما مشكلة. هي ما بتمشي برا ما تحتاج تسوق يعني، هي بتسوق نفسها. هي هتوديك. هي بتوديني، هي عارفة الطريقة كويس. طيب يلا اول ما يجيبوها لك ونكلمها. كذا راي. الليلة السؤال بتاعنا الرئيسي يا سارة هيكون مدى الاهتمام بالصحة ووجبات الفطور في المدارس. بالنسبة للطلاب ده هيكون السؤال الرئيسي على تويتر، مدى الاهتمام بوجبة الفطور داخل المدارس. طبعا الموضوع مهم جدا وبالذات ان احنا بنتكلم هنا عن صحة ابنائنا، شنو نوعية الاكل اللي بياكلوها، هل هي بتفيدهم في بناء صحتهم، في بناء خلاياهم، في بناء جسمهم وهم في فترة بتاعت نمو، هل بتحتوي على مواد ضارة على مواد نافعة. ده حيكون موضوعنا الليلة في فقرة بالذات السلع اللي بتتباع جوا المقصف اللي بيسموه داخل أيوه المدرسة. أيوه. هل هي مثلا مواد غذائيه ولا الشيبس ولا عصاير وحاجات، هل في فعلا مواد غذائيه لوجبه الفطور ولا لا؟ صحيح. في البدايه معنا استطلاع، خلينا نطلع نشوف الاستطلاع ونرجع نكمل معاكم هذا الموضوع. فطور المدارس هو أقلها، لكن برضو في المدارس مفروض على أنه تحضر وجبات معينة مثل الطعمية والحاجة. في أكلات أو في وجبات في المدارس ممنوعة، يعني زي السلطة أو اللحوم ممنوعة، لأنه أنت في المدرسة ما بتضمن السلامة حقتها وما بتضمن مصدرها، ودي منطقة بتاع التجمع، تجمع الطلاب المنطقة المدارس مضاد تجمعية، والتجمع بتاع الطلاب في المدارس طبعا في حالة وجود أي مرض أو أي حاجة زي دي بكون في أمراض معدية وبكون في عدوى. إنه الفطور بتاع البيت مناسب أكثر من فطور المدرسة، لأنه الفطور بتاع البيت بيكون مختلف، كل يوم ممكن أزول أغير الأصناف بتاعته وبتكون الكمية بتاعته مناسبة، والفطور بتاع المدرسة صنف واحد ودائما كل السنة نفس الصنف، وبعدين بيكون دائما ملوث والحتة فيها زحمة والناس بيجوا يشتروا وضبان وحاجات كده وشنو، وبعدين الشطة مفتوحة والمخلل بتاعه مفتوح والناس بتدخلوا يدينهم وكده. إذا نظرنا لها من ناحية القيمة الغذائية يمكن القيمة الغذائية بتاعتها ما عالية، ليه؟ لأنه الوجبات دي كلها في المدارس بيكون مركز على الطعمية، والطعمية براه قيمتها الغذائية ما عالية لأنها محتاجة إن يكون معاها جبنة عشان تكملها. أنا بحبس إنه باقي الطالبات بنصحهم نصيحة مني، يعني إذا أهلهم عندهم المقدرة أمها مثلا تصحى الصباح أو كده تسوي لها سندويتش أو حاجة بشكل كده بيكون أفضل لها من فطور المدرسة. وصراحة أنا بشوف إنه سعره زاد شوية، يعني في طالبات أنا بشوف إنه ما مقتدرات في المدرسة، مفروض يرخصوا السعر شوية. يعني إحنا ما ممكن، أنا ما بعرف إنه بدي عندها مقدرة أو لا، أنا ما عارفة يعني ما في زول عارف، بس كده احساس من جوا انه البنات ما بيقدروا في مثلا في البيت ما عندهم استطاعه يحشوا، لما يجي المدرسه هنا ده عشان يشتروا سندوتش بلقوه غالي، في نفس الوقت قيمته الغذائيه ما كويسه. فانا عشان كده بقول لكل الطالبات وبقول للمثلا المسؤولين من البوفيه بتاعنا انه يرخصوا السعر، يزيدوا القيمه الغذائيه بتاعته، يراعوا ان احنا طالبات عندنا مثلا محتاج قيم مكونات معينه من القيمه الغذائيه معينه عشان نقدر نركز في حصتنا وناخذ دروسنا ونستوعب كويس. إذا كانت الوجبة متكاملة اللي هو السندويتش بتاع الطعمية بيحتوي على سلطة وجبنة ممكن تكون وجبة متكاملة للطالب وتكون مشبعة، لكن في بعض المدارس عشان التكلفة لما يكون السندويتش كامل بتكون عليهم عالية بيقوموا بيعملوا طعمية بس، وبكون معاه مثلا بعض من المقبلات اللي هي زي الكاتشب، وفي الحالة دي بيكون غير مشبع، وللأسف بعد ذاك الطالبات ما بيشتروا، بيشتروا الشيبسي أو الأندوي. عشان كده عندنا مشاكل غذائيه بالنسبه للطالبات، والنتيجه من المشاكل دي انه يكون في تدني في التحصيل الاكاديمي. ظهرت معنا التليفون على أسفل الشاشة، لو دارين تورونا أراءكم وممكن مقترحاتكم شنو لتطوير البوفيه زي ما قالت الطالبة بتاع المدرسة، المواد الغذائية ممكن تضاف شنو، المشاكل اللي ممكن بتكون بتواجه الطلاب في المدارس في فترة الفطور.
يمكن هي نبهتنا كمان لافكار ثانيه احنا ما كانت عندنا. اول حاجه تكلمت عن سعر، يعني ما شاء الله انا عجبتني جدا عندها وعي الاسعار وصل بالضبط انه الاسعار وصل للمدارس الفطور، انه هي بتشوف انه القيمه الماديه لل خلينا نقول السندوتشات عاليه بالنسبه للقيمه الغذائيه اللي فيها. كيف بنقدر نضمن اكل صحي نظيف متوازن لاطفالنا؟ هل الاكل بيتقدم في المدارس هو اكل مناسب انه يتم تقديمه للاطفال في العمر دي او لا؟ تلفوناتنا برضو اشارت لموضوع انه سندوتش البيت بيكون احسن لما تحشي في البيت، الموضوع ده بيقف ولا شو؟ مع ايامنا كان بتشحن فتلقى كيسه قاعده كيسه هو الحاجه الجديده انه في اطفال يعني بيقول لك لا ما عايزين نحشي من البيت عشان دارين نمشي نشتري من المدرسه زي باقي الاطفال بالضبط الدنيا. مستنين اراءكم في الموضوع على الرقم التليفون اسفل، اتصلوا علينا ورونا ممكن اراءكم ومقترحاتكم كيف ممكن تطوير موضوع الفطور للمدارس. معنا تليفون عبد الاله من كسلة. الو صباح الخير. صباح النور استاذ عبد الاله، يسعد صباحك. صباحك يا مازن وبرنامج شيق الله يخليك. عندك مستوى الاهتمام بالصحه في وجبات الفطور بالمدارس انت شايفه كيف؟ والله يا دايما للاسف احنا فقدنا الاتصال مع عبد الله، بيتمنى ترجع تكلمنا ثاني. اي الاستبيان بتاعنا سار على التويتر كان مستوى الاهتمام بالصحه في وجبات الفطور بالمدارس كانت النسبه ممتاز جيد جدا متوسط ضعيف، ممتاز جاءت النسبه 4%، جيد جدا 1%، متوسط 16%، ضعيف 79%. هو غالبا افتكر ان يعني انا واضحة. يعني واضح الناس انها هي مايله لشنو اكثر حاجه. يمكن حتى مرات ممكن يكون سندويتش بسيط او حاجه بسيطه تضاف له اضافه، يعني انا نبهتني قبل شوي في الاستطلاع ان الاستاذه كانت بتقول انه سندويتش الطعميه براهو سندويتش فقير انه يقدم غذائيا انه يقدم للطفل، لكن لو اضافت له جبنه بيبقى سندويتش يمكن متوازن اكثر. ممكن في لما نشوف افلام اجنبيه او كده بتشوف المدارس برا يكون عاملين بوفيه عديل، فيه خضار وفيه طبيخ زي مثلا بسله والحاجات دي، وفيه رز في وجبه الفطور تلاقي ماسك الصاحب ياخد لك الحاجات دي. ممكن الحاجات دي تتطبق في السودان ولا سندوتش الطعميه هيقعد كتير؟ عبد الاله معانا تاني رجع لنا. عبد الاله السلام عليكم من السعوديه. عبد الاله صباح الخير عليك. حسب الرسول وبنصبح عليكم كل الأهلنا في السعودية، يسعد صباحكم. الله يسلمك، حسب الرسول علي صالح مش عبد الإله. حسب الرسول معلش، حسب الرسول كيف صباحك؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله، صباحكم زين، صباح السودان يا أخي 24. تسلم كثير، كيف شايف مستوى الاهتمام بالصحة في وجبات الفطور بالمدارس؟ والله تمام الحمد لله. سيد حسب الرسول، أنت عندك أطفال في المدارس، عندك أطفال في عمر المدارس؟ نعم عندي. هم معك في السعودية ولا هنا موجودين في السودان؟ لا موجودين في السودان. موجودين في السودان. نعم. طيب ما حكوا لي قبل كده موضوع الفطور في المدرسة بكون، هل هم بيشيلوا فطور من البيت ولا هو بياكلوا من البوفيه في المدرسة؟ والله يا أخي نحن في الريف ومدارسنا بياكلوا من البيت، لكن أنا شايف أنا كان شغلي كله في الخرطوم وأشوف الطلبة كلهم في المدارس ده. لأنه الوجبة في المدرسة شوية كده ضعيفة. أنت شايف إنه وجبات المدرسة ضعيفة؟ ترتيب شوية يعني. أستاذ حسب الرسول، الوجبات السريعة أو الحلويات الشيبس الحاجات المعلبة والمعبية اللي بياكلوها الأطفال قيمتها الغذائية ضعيفة جدا ومتوفرة بكثرة في المدارس، هل بتفتكر إنها المفروض إحنا نسيطر شوية على الحتة دي يعني ما نخليها في متناول يد الأطفال؟ نعم لانه الحلويات والسكريات دي بتخلي الواحد ما يقدر ياكل ولا يقدر يواكب المدارس الحاجات الخصوصيه بالنسبه للمدرسه ودروسه وبتشغله، وبعد السكريات بتخلي الطفل شويه كده من الاكل والحاجات زي دي. نعم يا حبذا لو الوجبات بقت احسن شويه محسنه يعني. انت بتدعو يعني انه الناس تحشي من البيت تشيل فطوره من البيت؟ ايوه اضمن، وبعدين بيلقى نفسه هو ذاته مرتاح انه وجبته جايه من البيت ومطمئن عليها وعارف جوابش. طيب استاذ حسب الرسول من السعوديه شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، من لك صباح سعيد وكل اهلنا في السعوديه. مازن احنا الليله كان عندنا هاشتاجنا الصباح، شنو اللي بيخلي صباحك يكون سعيد
ونزلناه على فيسبوك. انا شايفه ايوه شايفه التفاعل فيه هو كان جميل، وعايزه اقرا شويه من المشاركات كانت جاتنا، يا ريت نقرا المشاهدين. في ايمان العاقب بتقول: الهي ما ظننت بك الا خيرا، وما جزيتني لحسن ظني الا كل خير، الحمد لله حمدا كثيرا لا يفي عطاياك، اجمل ما يقال كل صباح: اللهم اني وكلتك امري، فكن لي خير وكيل ودبر لي امري، فاني لا احسن التدبير. صباح النعم المدفقه والشكر لواهبها، اصبحنا واصبح الملك لله، رائحه الصباح لها يد حانيه تمسح على قلوبنا بلطف، وبك اصبحنا يا رحيم، صباحكم شكر وتفاؤل ودمتم بخير. دي كانت واحده من المشاركات، واحنا لسه مستمرين معاكم في موضوع موضوعنا المدارس، كيف ممكن او الاهتمام بوجبه المدرسه في الفطور، كيف ممكن نطورها، او هي مشاكلها ممكن تكون شنو في فقد القيمه الغذائيه. يمكن احنا ما عندنا اهتمام بحكايه الخضروات الفواكه. في عمر كذا انا مقتنعه انه الاطفال فيهم بيكونوا هاربين، يعني لازم تقنعهم بطرق انه هم ياكلوا خضار او ياكلوا حياتها المفيده. معانا اتصال من محمد عثمان من الجزيره. صباح الخير محمد عثمان. صباح النور يا هذا بلاك في برنامجكم الجميل. محمد عثمان. حمد عثمان يسعد صباحك وكل اهلنا في الجزيره. السلام والله. الله يخليك حمد. جميل والله. مستوى الاهتمام بالصحه في وجبات الفطور بالمدارس في ولايه الجزيره، لان انت يعني انت متواجد هناك، كيف انت، هل عندك اطفال؟ اي أيوة والله النصف من الاجيال لسه ما دخلت المدرسه، و ان شاء الله يعني يقدروا يخشوا المدرسه. مختلف. طيب يعني هل عندك فكره، طيب الوجبات في المدارس مثلا في الجزيره بتكون كيف؟ او الناس مهتمه لسه موضوع انه الناس الطلبه يشيلوا اكلوا من البيت، ولا بيستعملوا بوفيه المدرسه؟ لا احنا بنطلع من المطبخ، كل واحد يفطر في البيت، بيمشي يفطر في بيته. في شويه الطلبه ما بيقدروا يفطروا في البيت لانه طبعا بيصحوا الصباح بدري ما بيلحق يعني، لكن هي لو في طريق ممكن يشيل اكله من البيت، انت بتحبذ ذاته فكره؟ لا احنا بحبذ انه الفطور الطازج احسن. انا زي ما تعرف زمان بالذات احنا في فصل الخريف انه هاي التاثير الوجبه عليها. انت شايف انه الناس تفطر في البيت احسن يعني؟ ايوه. طيب في ناس لا غرفه ما حتقدر ترجع بفضل برضه ما احرمهم. هو استاذ حمد حتى لو الاكل من البيت، يعني احنا ما بنتكلم بس انه الاكل اللي في المدارس، حتى الاكل من البيت يمكن في بعض الاحيان الام او اللي بتجهز الاكل للطفل ما تراعي لانه يكون الاكل متوازن، يعني انه يكون فيه مثلا نسب كويسه بروتين، فيتامينات، حاجات زي كده، ممكن يكون مثلا حاجه واحده الحاجه السهله اللي لقيتها. فاحنا بنتكلم عن انه عامه الاهتمام بتغذيه الاطفال او فطورهم كوجبه اساسيه لهم من الصباح. صح والله. شنو الوجبات اللي ممكن تكون مثلا في الجزيره ما بتفطر؟ هي طبعا احنا كل وجباتنا في كل اماكن في السودان يعني تقريبا بتكون واحده بالذات للفطور، لكن هل عندكم الوجبه المفضله؟ الوجبه المفروض تكون بطاطس، هاي زي بطاطس. ايه افضل البطاطس. اوكي احنا طبعا ما يعني ما عندنا البطاطس كفطور، يمكن في الخطوط يمكن لانه انتاج ولايه الجزيره او مدني من البطاطس عالي جدا يعني فعلا. صحيح. فهم بيعتمدوا به كحاجه متوفره عندهم. محمد عثمان شكرا جزيلا لك مشاركتك لنا في صباح السودانيه. ما زلنا زمان كان وجبه الفطور دي بمنتج حصه الفسحه، كل واحد بيطلع كيسه من الشنطه وهي تحشوا لك الليله شنو، وانت سندويشك شنو، خلاص انا نص وانت نص، نشكل بيقسموا مع بعض. صح. انت عندك كده عندك لسه هي موجوده، يمكن بتلقاها في الاطفال الاصغر عمرا، لكن كل ما يكبروا شويه بيبدا التمرد انه احنا عايزين ناكل في المدرسه زي باقي الاطفال. ان شاء الله بنتمنى الصحه لكل الاطفال الموجودين في المدارس، ووجبه الفطور ترجع كده عشان هي اللي بتديهم دفعه انه يكملوا باقي اليوم، يكونوا مصحصحين كده لحد نهايه اليوم.